السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة المعلم المبتكر، معكم تيتشر منى. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شي جديد. ورجعنا لكم فيديو جديد. اليوم رح نشرح مادة الرياضيات الصف الثاني الابتدائي الدرس الرابع، تقدير الكميات. استعد. فكرة الدرس: أقدر عدد مجموعة من الأشياء. بدي أقدر مجموعة من الأشياء. المفردات: التقدير. قد لا تحتاج في بعض الأحيان إلى معرفة العدد المضبوط، يعني في أيام ما تحتاج، يعني مثلا إيش، أنا اليوم اشتريت مثلا من البقالة حدود 85 ريال. أوكي، أنا اشتريت من البقالة بحدود 85 ريال. طيب من يومين أتذكر يا ربي أنا اشتريت بكام، أقول تقريبا الحدود كام، حدود 90، حدود 100. أنا بقرب، يعني أنا ماني متذكر، مو لازم أعد الإشي، لا أنا بقربها تقريب. يبقى هنا إيش، قد لا نحتاج في بعض الأحيان إلى معرفة العدد المضبوط، لذلك نوجد قيمة تقريبية للعدد من خلال التقدير. أنا بقدر. طيب هنا عندي في البرطمان هذا 10 كرات زجاجية. طيب هنا علامة استفهام، انت تتوقعي هنا فيها كام؟ طيب انا بقول السطر هذا بيمثل 10. طيب تعال نشوف هذه، نقدرها انا وانتم. هذا السطر وهذا سطرين وهذا 3. اذا السطر الاول فيها 10، يبقى السطر الاول فيها 10، السطر الثاني 20، السطر الثالث 30، يبقى هذا اتوقع 30، يبقى تقريبا 30 نقدرها 30 كرة. اوكي، طيب انظر الى مجموعة العشرة وقارنها بالكمية الغير معروفة واكتب ما قدرته. 30 كرة تقريبا. استوعبتوها ولا ما استوعبتوها؟ بالنظر، من نظرك انت. انت الحين بتشوفي مثلا هذا السطر الاول فيه 10، خلاص هذا ثلاث طبقات. الطبقة الاولى فيها 10، يبقى هنا طبقة اولى وطبقة ثانية وطبقة ثالثة، يبقى 10 20 30 تقريبا. انت لازم تكوني بالنظر تميزي. طيب تعالوا نحل مسائل ونشوف. أتأكد أقدر العدد فيما يلي يأتي وأحوط على الإجابة الصح. في عندك هنا 10 أزرار، في عندك 30 و60 و90. هذه تقريبا فيها كام؟ هذه 10، هذه 30 ولا 60 ولا 90؟ أنتوا إيش رأيكم؟ إذا هدول المجموعة 10، تعالوا نشوف مجموعة. هذه مجموعة مثلا، وهذه مجموعة، وهذه مجموعة. إحنا بنقول على حسب المجموعات. أنا قسمت المجموعة فيها 10، يلا هذه مجموعة وهذه مجموعة وهذه مجموعة، أنا عملت لي 3 مجموعات، يبقى 30، يبقى تقريبا فيها 30 على حسب النظر، يبقى 30 تقريبا. ينفع أقول 60؟ من وين أجيب 60 إذا هي المجموعة فيها 10؟ كيف أعملها 60؟ 10 20 30 40، لا ما تيجي، يبقى هنا 30، 3 مجموعات. طيب نيجي لهذه، عندي فراولة بس مو معباية على الآخر، فيها 10 حبات. طيب هذا مرة مليان. أوكي أختار 20 تقريبا ولا 40 ولا 80 تقريبا. أنتي لاحظي الحين الأربع هذا مربع، المربع هذا في حاجة بسيطة، يعني اقسمي هذا، يعتبر هذا الجزء اللي هي 10 حبات فيها، وهذا جزء 10 حبات فيها، وهذا جزء 10 حبات فيها، وهذا جزء 10 حبات. من النظر يبقى هذا كده ايش، 40 تقريبا. ينفع اقول 20 تقريبا؟ ما ينفع 20 اذا هذه الحبة 10، يعني كيف هسير هذه كده كده وكده، هدول الاثنين 10، هذه 10 وهذه 10، هذه 20، ما تنفع 20. طب وهدول الاثنين وين راحوا؟ يبقى 10 20 30 40. يبقى اقسم الفراولة، صندوق الفراولة كده 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 وكده، هذا مربع وهذا مربع وهذا مربع وهذا مربع، نفس هذه، هتصير كام؟ 40. يبقى 20 تقريبا ولا 40 تقريبا ولا 80 تقريبا؟ بالنظر 40 تقريبا. طيب نشوف هنا سؤال:
أقدر العدد فيما يأتي وأحوط على الإجابة الصحيحة. تعال نشوف، هذه فيها 10 أقلام، يبقى هذه كام؟ إذا هذه 10 يبقى هذه كام؟ أنت بالنظر على طول اقسمي، ما هذا 2 10 20 يبقى 20 تقريبا، 20 ولا 40 ولا 90، هذه معقولة فيها 40 قلم؟ لا ما أتوقع. أنت هذول 10، اقسم مجموعة الأقلام لاثنين، هذه 10 وهذه 10، يبقى 10 و10 20 يبقى 20 تقريبا. ها استوعبناها؟ ينفع أقول 90؟ لا وين 90؟ إذا هذه المجموعة 10. طب 40؟ لا وين أقسمها 4؟ صعبة أقسمها 4، ما تيجي، يبقى 20 تقريبا. هذه من النظر لازم تكوني تناظري عليها. طيب تعال نشوف هنا، هذه 10 كرات، مين الذكي اللي يحل لي اياها؟ هذه 10 كرات، الطبقة الأولى والطبقة الثانية، هذه طبقتين يعتبر، يبقى طبقة أولى هنا أهو نفس كده، يعني أقسمها كده، طبقة أولى 10 وطبقة ثانية 10، يبقى كم تقريبا؟ 20، برافو عليك، و20 تقريبا. ينفع أقول 40؟ وين 40؟ إذا هذه 10، إذا هذه 10 بالنظر، يعني الطبقة الأولى هذه كده 10 والطبقة الثانية 10، يبقى 10 و10 20. ينفع أقول 70؟ لا ما ينفع. ينفع أقول 40؟ لا ما ينفع، يبقى تقريبا تقريبا إيش؟ 20. طيب نشوف هذه المسألة، عندي هنا إيش؟ أزهار، هنا هذه هدول 10 زهرات. طب هذه مين يقول لي 10؟ نفس هذه، طب إذا هذه 10 قليلة يبقى 10 تقريبا مرفوضة. 30 ولا 100؟ أوف 100 كبيرة مرة، أنت شايفاها بالنظر إيش؟ 30، برافو. هذه 10 خفيفة مرة، 10 ما ينفع، يبقى 10 وهنا 10 بجزئها لثلاث أجزاء، 10 و10 و10 يبقى 30 تقريبا. ينفع أقول 10؟ إذا هذه 10 كيف هذه 10؟ ما تصير ما تنفع، هذه 10 يبقى هذه إيش؟ 30. 100 استحالة، 100 استحالة، هذه 100 تقريبا، يبقى هي 30 تقريبا. طيب نشوف عنقود العنب، هنا عندي العنقود هذا الصغير 10 حبات، فيها 10 حبات تقريبا، 20 ولا 40 ولا 80، انت شوفي. اذا هذا العنب العنقود الصغير 10، طب تعال نجزئها انا وانتو، يلا ها هذه 10 اللي هنا، وهذه 10، وهذه هنا 10 كده، وهذه 10، يبقى 10 20 30 40. إذا هذا العنقود الصغير، شوفي كيف الصغير 10، ما ينفع أقول 20. إذا هذا العنقود كده، هذه وهذه تدينا هذه 10 وهذه 10 كده 20. طب وهذولا وين راحوا؟ يبقى 10 20 30 40، يبقى 40 تقريبا من النظر، انت من النظر كده. طيب ان شاء الله تكون استوعبتوا الدرس. طب تعالوا نحل المثال هذا، اقدر العدد فيما يلي واحوط على الاجابه الصحيحه. نص البرطمان 10، هذا نص البرطمان 10 حبات. طيب لو قسمنا البرطمان نصين هنخليه بالنظر ايش؟ 20، 10 فوق و10 تحت، 20 تقريبا ولا 40 ولا 70؟ انت من النظر، اذا هذه 10 يبقى ايش نص البرطمان؟ انت قولي. ايوه 20 تقريبا. ينفع اقول عليها 40؟ طب كيف؟ اذا هذه البرطمان نص البرطمان 10، يبقى ايش 10 20، ما ينفع اقول 40، ما ينفع اقول 70، ينفع اقول 70؟ ولا تيجي 70 نهائي، يبقى 10 20 وهنا 10 20. إن شاء الله تكونوا استوعبتوا الدرس. في مثال ثاني، طيب تعالوا نشوف المثال هذا. طيب أقدر العدد فيما يلي وحوط على الإجابة. طيب تعالوا نشوف البرطمان هذا، البرطمان هذا الطبقة الأولى فيها 10، يلا هذه كم طبقة؟ تعالوا نحسبها، هنا طبقة وهنا طبقة وهنا طبقة، يبقى 3 طبقات. هذه 10، الطبقة الأولى 10، وشوفي هنحط طبقة ثانية ونحط طبقة ثالثة، يبقى 30. شفتوا من النظر؟ يبقى ينفع أقول 50؟ لا ما ينفع. ينفع أقول 70؟ لا ما ينفع. يبقى هنا 10 20 30، يبقى 3 طبقات، يبقى أقول 30 تقريبا، 30 تقريبا. ينفع أقول 50 تقريبا؟ لا ما ينفع 50 تقريبا. طيب تعالوا نشوف هذه،
وهنا هذه 10، شوفي كم حبة، أو هدول 10. طيب تعالوا نشوف هدول 10. طيب إذا هدول 10 هدول كم؟ تعالي نحسبها. قسمي نصين، أها قسمنا نصين، 10 هذه 10 وهذه 20، أها شفتي 10 20. 20 ولا 40 ولا 60؟ لا طبعا 20، لأنه هذه الحبة أصلا 10، اقسمي الحبة 10 أوكي، والحبة الثانية 10، يبقى إيش 10 و20، يبقى إيش هنا عندنا؟ قسمنا التمر لنصين 10 و10، يبقى صاروا كام؟ 20. 20 تقريبا ولا 40 تقريبا ولا 60؟ 20 تقريبا. هذا درسنا اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا معايا وانبسطتوا معايا في الدرس، مرة جميل هي من النظر، وتقربي أنت تقربي، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا معايا من الدرس، وإن شاء الله نلقاكم في درس ثاني إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تيتشر منى. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نلقاكم في درس آخر إن شاء الله.